عبد الغني الضحيك ابو علي، مهجرين حمص، سكان عفرين. كنا عنا هواي اسمها هواية الملوك، الصيد. ايه بس كانت ضعيفة بحمص، فري، شحرور، هذا اكتر شيء يعني كان هنيك متوفر عنا. هلأ هون في انواع متوفرة كتير. لقينا في احد الرحل يعني ريشة نيص بالجبل، صرت اسأل انا يعني انه هذا الحيوان موجود هنا؟ قال موجود بكثرة يعني متوفر. تبعنا والله تبعنا اثاره بالجبل بين البلوط، لقينا كمان الروث تبعه البعر. كمان تابعنا في المدقات اللي بيمشي فيها ما بيخلي فيها عشب، وتصير نظيفة على التراب وما بيخلي فيها حجر يعني ظاهر. ايه وصلنا للمغر تبعه، وإز متوفر كتير بين الصخر ومغاير صغيرة وكبيرة. طبعا هو البناء اللي بيناسبه منها وبيقعد فيها. صرنا نتحايل على صيده، شلون بدنا نصيده؟ ما بدنا نقتله، نحن بدنا هيك من باب الهواي نشوفه ونتعرف على طبيعته. حيوان نادر وحلو يعني، منظره حلو سبحان الخالق. حبيت احويه والله. في ناس هون بتصيده بالكبل، كبل دبرياج، ما طريقة حرام، ما بيجوز اني بتجي عليه الصبح بتلاقيه مشوه حاله ورايح ينقطع بالنص من كتر ما يعني معذب حاله بالكبل. منصيده منبيع، مثلا احد الاصدقاء بده جوز يربيهم بالبيت، منبيعه جوز، منطالع يعني مصروفنا شغلات هيك. وفي ناس بتاكله، هو حيوان يعني من القوارض يعني، واكله ما حرام. وفي عنا الريش تبعه كمان مستخدمه لصيد السمك، للسنارة بدل الفواشة، حركتها كثير كويسة، الصيادين كلهم بيعرفوها يعني.